معكم عبد الرحمن السويد، الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية والاستشاري الوراثة الإكلينيكية وطب الأطفال مستشفى الملك عبد الله التخصصي بالرياض بالحرس الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء الأخير في موضوع الكروموسومال بيسز اوف انهيرتنس اللي حنتكلم فيها عن الكروموسومال ديسوردرز alterations of chromosome structures. في عدة أنواع وأشكال من chromosomal disorder اللي تكون في structure، يعني معناها ليس في العدد لكن في structure حق الكروموسوم، في زيادة أو في نقص أو في انقلاب أو شقلبة في الكروموسومات أو انتقال بين الكروموسومات. فالأولانية هي translocation اللي هي الانتقال بين قطع الكروموسومات بين بعض، deletion اللي هو فقدان قطعة من الكروموسوم، duplication هي زيادة في جزء من الكروموسوم، والinversion هو انقلاب في مقطع من الكروموسوم، والايزوكروموسوم هو وجود قطعتين من الذراع الطويلة أو قطعتين من الذراع القصيرة في أحد الكروموسومات، والرينج كروموسوم هو الكروموسوم اللي يكون منقطع في الطرفين بعدين متصل أو ملتصق مع الأطراف تصير على شكل رينج. هشرحها بشكل سريع في السلايدات الجاية. الديليشن بشكل مبسط يكون في قطع في جزئين من الكروموسوم مثلا من فوق ومن تحت، وهذه القطعة تم حذفها من الكروموسوم فيكون الكروموسوم بشكل قصير. ايش اللي فقد هنا؟ فقد جزء من الDNA، وقد يكون في عدة جينات، والطفل قد يتأثر بفقدان هذه الجينات على حسب الكروموسوم ومقطع الكروموسوم المفقود. من اشهر كروموسومات الديليشن اللي هي احنا نسميها 5p- او كرايدو-تشات سيندروم او متلازمة مواء القطة، فيكون فيها الطفل عنده تأخر عقلي وتغير في بعض ملامح الوجه. أوضح علامة هي تباعد بين العينين وعرض في الأنف وكبر في الأذان. هذا كروموسوم رقم 5 الطبيعي، وهذا هو الغير طبيعي. في القطعة اللي فوق هذه مفقودة، يمكن هنا أوضح بالرسمة، هذا كروموسوم طبيعي وهذا القطعة مفقودة، فصار الطفل عنده 5p- نتيجة فقدان هذا الجزء المهم من كروموسوم 5 واللي فيه جينات مهمة. هذه طبعا الرسمة بشكل آخر. الفور بي ماينس هو أيضا قطع في كروموسوم رقم 4، فهذا كروموسوم رقم 4 طبيعي، وهنا فقدان جزئي في الشورت آرم اللي هو الذراع القصيرة من كروموسوم رقم 4، هذا هو رقم 4، فهذا الجزء الأخير الطرف العلوي من الذراع القصيرة اللي هو البي آرم مفقودة، فيكون الطفل عنده أعراض 4b-. الأعراض تكون في كبر في الجبهة وجود الجبهة والأنف على نفس المستوى مع بعض المشاكل الأخرى مثل تأخر النمو وضعف التغذية وإدخال عضلات ومشاكل في القلب. هذا هي رسمة للكروموسومات. نشوف هنا في الطرف هنا فقدان جزئي لكروموسوم رقم 4، هذا هو الطبيعي، نشوف بشكل أبيض لأنه هو أصلاً لون فاتح أبيض، فيكون هنا بهذا الشكل طبيعي وهنا يكون مفقود، والنهاية اللي هنا ما حتكون بيضة حتكون سوداء لأن الباند اللي هنا لونها غامق، وهذا عن طريق الفش. فالفش مثل ما شرحناه من الأول، هنا استخدموا نوعين من البروبات، بروب أخضر وبروب أحمر. البروب الأخضر هو كنترول، يعني للتأكد أن التحليل شغال، فهذا الجزء الأخضر غير مهم لنا، فقط للتأكد أن التحليل ماشي صح، بينما النقطة الحمراء هي المهمة، نشوف اللي هي في طرف الكروموسوم رقم 4، فهنا حنشوف هل هي موجودة ولا لا. هنا الكروموسوم أحد نسخ الكروموسوم رقم 4 موجود، البروب موجود على طرف الكروموسوم رقم 4 short arm، بينما في الكروموسوم الثاني هي مفقودة. هذا تأكيد للديليشن of chromosome 4 short arm. أحيانا ما تكون واضحة في الميكروسكوب، فيضطر الدكتور أو الطبيب أو المختص في المختبر عمل الفيش لتشخيص الحالة. أحيانا يكون النقص غير مشاهد تحت الميكروسكوب، وتسمى في هذه الحالة مايكرو ديليشن، يعني صغر، يعني معناها نقص أو ديليشن في الكروموسوم بشكل ما ينشاف تحت الميكروسكوب. من أشهر المايكرو ديليشنز متلازمة أخرى اسمها ويليام سيندروم، ويكون فيها نقص جزئي في كروموسوم رقم 7 في اللونج آر، فهذا الجزء تقريبا 1.5 ميجا بيس، جزء صغير ما ينشاف بالميكروسكوب مفقود، وهذا اللي يعطي تغير في علامات الوجه وشخصية الطفل، تأخر في النمو ومشاكل في القلب خاصة في الصمام الأورطي. هذا تحليل فيش لتشخيص الحالة. هذا تحليل طفل سليم، فعندي هنا البروب الكنترول هذا اللون الأخضر، بينما اللون البينك
هو المهم لكروموسوم 7. البروب طبعا لصق على كروموسوم 7، احنا عارفين هذا كروموسوم 7 لان البروب اللي استخدمناه هو خاص بكروموسوم رقم 7، فالتحليل شغال لان النقطتين الخضراء موجوده. الكروموسوم هذا البنك هنا موجوده، لكن ايضا هنا البنك موجوده على نسخه كروموسوم رقم 7 وايضا موجوده هنا. بينما لو جينا هنا على التحليل هذا كروموسوم رقم 7 وهذه هي النسخه الثانيه. الكنترول شغال، موجود الخضراء هنا، موجود الخضراء هنا، والبنك موجوده هنا، لكن مين موجوده هنا؟ فهي مفقوده، يعني ديليشن. واحنا نعرف ان البروب هذا خاص بالجزء 7Q11.23، فمعناه هذا الطفل بالتحليل عنده ويليامز سيندروم. الدوبليكيشن طبعا هذا كروموسوم واحد بس احنا حاطينه بلون مختلف، البرتقالي هذا والاخضر، عشان نفرق كيف حيصير لما يكون في الدوبليكيشن. هذا الجزء لما يتدبل حيطلع قطعتين اخرى هنا، فهنا البرتقالي مع الاخضر اتدبل الثمره طلعت برتقالي مع اخضر. ايش اللي صار؟ زادت كميه الدي ان اي الموجوده، واحيانا تاثر على نمو الطفل وقد تسبب لمشاكل على حسب الكروموسوم والجزء اللي متدبل. هذا كروموسومين، نفرض انهم كروموسوم اكس. اللي صار كيف صنع الايزوكروموسوم؟ حدث قص في السنترومير وصار في اتصال بين القطع، فمثلا القطعه الصغيره تجي مع القطعه الصغيره اللي هو شورت ار مع شورت ار، فطلع هذا ايزوكروموسوم شورت ار، والقطعتين الطوال اللي هي لونج ار اللي هي كيو اتصلوا مع بعض، فصار عندي ايزوكروموسوم كيو، يعني قطعتين من اللونج ار. هذا معنى ايزوكروموسوم. احيانا يسبب مشاكل على حسب نوع الكروموسوم. من اشهر الكروموسومات اللي يصير لها ايزوكروموسوم هي كروموسوم اكس. الرينج كروموسوم، هذا الكروموسوم صار في قطع في الطرفين وفقدت القطع هذه البرتقاليه، وصارت النهايه هذه مع هذه النهايه فارستيكي، فاتصلوا مع بعض فاصبحت على شكل رينج. هذا هو الرينج كروموسوم. الترانسلوكيشن، هذا كروموسوم مثلا رقم 1 وهذا رقم 2، هو مسمي هنا كروموسوم A وكروموسوم B. الترانسلوكيشن حيطلع قص هنا وقص هنا ثم يحدث فيه التبادل، صار هنا القص في كروموسوم رقم 1 وقص في رقم 2، بعدين القطعة هذه جت هنا وهذه جت هنا، انتقال، يعني صار فيه انتقال بين كروموسومين. هذه هي الترانسلوكيشن، وتسمى ريسبروكال ترانسلوكيشن لما تكون الترانسلوكيشن بين كروموسومات غير الأكروسنتري. احنا قلنا الأكروسنتري كروموسومز هي 13 14 15 21 22، وايضا الواي. اذا صار بينهم ترانسلوكيشن في الأكروسنتريك نسميها روبرتسونيان ترانسلوكيشن. اذا صار في ترانسلوكيشن بين اي كروموسوم اخر تسمى ريسبروكال ترانسلوكيشن. هذا الشخص اذا انتقلت القطعه هنا الى هنا ما حيكون في فقدان، هي بس تغير مكانها وما يتاثر الانسان بهذا الشكل، وهذا يسمى الشخص بالانس ترانسلوكيشن. عنده ترانسلوكيشن لكنه بالانسد، لكن هذا الشخص ممكن يجي مشاكل لما يتزوج. لو هذه مثلا امرأة تزوجت من رجل سليم، عنده كروموسوم رقم 1 سليم ورقم 2 سليم، وهي هذه المرأة ايضا سليمة لكن عندها كروموسوم 1 و2 بينهم انتقال، طبعا حيصير في ميوسس وهي حتعطي نسخة من اللي عندها. لو اعطت هي النسخة هذه، وطبعا الاب حيعطي النسخة هذه، حيعطيها على انه كروموسوم 1 وهذه حتعطيها على انه كروموسوم 2، ايش اللي حيصير؟ يكون هذا الطفل عنده نسخة زائدة من كروموسوم رقم 1، يعني هنا كروموسوم 1 وفي قطعة زائدة ما نحتاج لها، وفي نفس الوقت في قطعة ناقصة من كروموسوم رقم 2، فهذا الطفل حيكون عنده duplication of chromosome 1، أو بالأصح partial duplication of chromosome 1 وdeletion وpartial deletion of chromosome 2. طبعا نقدر نحدد الباند بالضبط ونكتب في تحليل الكروموسومات ايش النقص أو الجزء الناقص بدقة. هذا الطفل قد يكون عنده مشاكل صحية على حسب نوع الكروموسومين المتأثرات أو اللي حادث بينهم نقص وزيادة. من أشهر الترانسلوكيشنز اللي تصير في السوماتيك سيلز، يعني في الجلد أو في الدم، هي ما تعرف بفيلادلفيا كروموسوم. هذا كروموسوم رقم 9 سليم وهذا رقم 22 سليم. أحيانا يكون في خلايا النخاع الدم يصير في خلل في النخاع نفسه وليس في بقية خلايا الجسم، يحدث في قص هنا وقص هنا وتتبادل القطعتين أماكنهم، فيطلع بهذا الشكل، القطعة من 22 جت هنا والقطعة من رقم 9 جت هنا. هذا الكروموسوم أصبح اسمه فيلادلفيا كروموسوم، صار في التصاق بين قطعتين. المفترض أنه ما يأثر لأنه بالانسد، لكن لأنه في الكروموسوم 22 ورقم 9 في جينات مهمة التصقوا مع بعض هذه الجينات، فصار في مشكلة وسببت مرض اسمه
كرونيك مالوجينا سلوكيميا او CML. هذا الشخص حيكون عنده نوع من انواع سرطان الدم اللوكيميا بسبب وجود هذا الشقلبة في الكروموسومات في نخاع الدم. طبعا هذا ما ينتقل للذرية لانه فقط موجود في السوماتيك سيل في البون مارو. طيب اللي عندهم ترانسلوكيشن في عندهم مشكلة لما ينجبوا الاطفال. هذا الشخص عنده كروموسومين، كروموسوم البرتقالي هو كروموسوم رقم واحد، ففي نسخة سليمة من رقم واحد ونسخة فيها شقلبة فيها قطعة أخرى من كروموسوم آخر. فالكروموسوم احنا نسميه على حسب السنترومير، السنترومير هذا تبع كروموسوم 1 حنقول هذا الكروموسوم يعتبر كروموسوم 1 حتى لو في قطعة زائدة من كروموسوم آخر. فاحنا عندنا الان هنا كروموسومين هومولوجاس، كروموسوم من نسخه من كروموسوم رقم واحد، واحد سليم وواحد على قطعه زائده، واللون الازرق هو كروموسوم 2، عندي نسخه سليمه من كروموسوم 2 والهومولوجاس كروموسوم الثاني هنا قطعه سليمه وهنا عليه قطعه اخرى من كروموسوم رقم واحد. هذا الشخص يعتبر بالانس ترانسلوكيشن، ما عنده اي اشكاليه، لكن عشان يجي اولاد لازم يصير في ميوسز وفي كروس اوفر في الميوسز 1 عشان يجي اطفال. عشان تتحد هذا الكروموسومات يصير فيها ميوسز لازم تتشكل بهذا الشكل عشان يستطيع الازرق يتحد مع الازرق والبرتقالي مع البرتقالي. هذا الشكل حيعطيني عدة احتمالات في الجميت، كانت بويضة او حيوان منوي. وهذا الصورة يمكن اوضح. هذا الان احنا نتكلم على مرحلة من مراحل تكون النطف الجميت، كانت في الانثى او في الذكر. نفرض هذا مثلا في البويضة، احنا الان هذه المرأة حتحاول تكون بويضة، فعندها خلية سوماتيك سيل حتتكون بعدين منها بويضة. هي عندها كروموسوم واحد اللي هو الازرق وعندها الكروموسوم بنفسجي رقم 2، عندها نسخة زرقاء سليمة هي كروموسوم 2 سليمة، وعندها نسخة من البنفسجي من رقم 1 سليم، وعندها نسخة من كروموسوم 2 عليه قطعة من كروموسوم 1، وعندها كروموسوم 1 عليه قطعة من كروموسوم 2. فصار هنا الشكل الرباعي هذا وحيصير فيها الآن كروس أوفر. في عندي ثلاث أشكال من توزيع الكروموسومات. الأولاني تسمى ألتيرنتيف، والثاني تسمى أدجيسنت 1 وأدجيسنت 2. الألتيرنتيف حيصير هذه أربع قطع، 1 2 3 4. الألتيرنتيف حيجي هذا مع هذا، يعني هذا ويترك هذا ويجي هذا، يجي الثنتين مع بعض هنا وهذه مع بعض، عشان كده يصير ألتيرنتيف، يعني واحد ثم يترك واحد ثم يجي الثاني، فيكون هنا هذا مع هذا، فيجي الكروموسوم هذا هنا وهذا حيجي هنا، والكروموسوم هذا حيجي هنا وهذا حيجي هنا، عشان كده صارت ألتيرنتيف. طبعا هذه خلية واحدة وهذه هي الميوسيس 1، حتنقسم الآن أو تنفصل الهومولوجاس كروموسومز وبعدين تنفصل السيستر كروموتي. فالآن نبدأ في الانفصال، حنبدأ نفصل. طبعا الرسمة هذه ما فيها الانفصال هومولوجاس كروموسوم، لكن هي سهلة نستطيع أن نتبينها من الشكل هذا. هنا السيستر كروماتيد حيجي هنا والسيستر كروماتيد اللي هنا حيجي هنا، ثم الاحتمال الثاني السيستر كروماتيد هذا يجي هنا والسيستر كروماتيد الآخر يجي هنا، تطلع هذه البويضتين سليمات، يعني فيها كروموسومات سليمة، فإذا لقحت من حيوان منوي سليم حيطلع الطفل سليم. الاحتمال الثاني انه السيستر كروماتيد هذا يجي هنا الازرق مع البنفسجي يطلع هنا، وتاخذ نسخه من هنا بنفسجي مع ازرق يطلع هنا. هنا ما في اي فقدان، في فقط انتقال بين الكروموسومات. عندي كروموسوم 2 قطعه زرقاء وتكملتها هنا، وعندي كروموسوم رقم 1 وتكملته هنا، هذه تعتبر بالانسد، الجميت هذا بالانس. فلو لقحت من حيوان منوي حيكون الطفل هذا سليم لكن عنده بالانس ترانسلوكيشن مثل امه، وايضا نفس الطريقه هذه البويضه ايضا بالانس، فلو لقحت من حيوان منوي آخر حيطلع الطفل سليم ويكون عنده balance translocation مثل أمه. adjacent segregation هي تخيل أن فيه هنا خط حيفصل الكروموسومات، حيروح الاثنين هذول مع بعض وهذا الاثنين مع بعض، فهذا الكروموسوم حيجي هنا وهذا حيجي هنا، وهذا اللي تحت هذا حيجي هنا وهذا حيجي هنا. الآن هذا الشكل في الميوسز واحد حيصير فيه homologous segregation و sister chromatid segregation أو separation. فنبدأ في البداية الأولانية، حناخذ واحد أزرق هنا وواحد من الثاني يجي هنا، ثم نأخذ القطعة الثانية اللي هي الأزرق هذا هنا والsister chromatid الآخر هنا. إيش حيصير هنا؟ هذه النطف إيش يصير فيها أو البويضة؟ في عندي كروموسوم رقم 2 لكن في قطعة زائدة هنا، وعندي كروموسوم رقم 1 لكن في قطعة ناقصة هنا. فهذه البويضة لو لقحت بحيوان منوي ايش حيصير؟
حيكون عنده زيادة في كروموسوم رقم 2 ونقصان في رقم 1، فهذا الطفل حيكون عنده مشكلة كبيرة، قد يكون مشاكل خلقية وقد يكون ما يعيش، لأن في زيادة كبيرة في كمية الدي ان ايه ونقصان كبير في الدي ان ايه، فقد ما يعيش هذا الطفل. وهذه طبعا البويضة الأخرى نفس الكلام، لأنهم نفس طبق الأصل. الاحتمال الثاني أن القطعة الزرقاء هذه مع البنفسجية تجي هنا وتأخذ هنا قطعة بنفسجية، فتكون هذه البويضة عليها كروموسوم رقم واحد كامل وقطعة زائدة من كروموسوم واحد، وعندها كروموسوم رقم اثنين لكنه ناقص، وأيضا تتكرر نفس المشكلة لأن في زيادة في كروموسوم رقم واحد ونقصان في رقم اثنين، قد يكون في مشاكل خلقية شديدة وقد ما يعيش الطفل بسبب هذا الخلل، على حسب الجزء الزائد أو الناقص في الكروموسوم. لو كانت القطعة الزائدة أو الناقصة صغيرة عادة يعيش الطفل عنده مشاكل خلقية وتأخر في النمو، وإذا كانت القطعة كبيرة الزائدة أو الناقصة حيكون الطفل يا عنده مشاكل شديدة أو ما يعيش، ينتهي على شكل إصغر. هذا adjacent 1 اللي هو صار فيه الانفصال بالشكل هذا، الثنتين اللي فوق مع بعض والثنتين اللي تحت مع بعض. adjacent 2 حيكون انفصال بهذا الشكل، تخيل هنا خط، الثنتين هذول حتروح مع بعض والثنتين هذول حتروح مع بعض. نبدأ هنا، هذه الكروموسوم الأزرق جا هنا والأزرق الكامل جا هنا، والكروموسوم البنفسجي هنا والبنفسجي في قطعة زائدة جت هنا. إيش حيصير؟ سهلة، حيجيني بنفسجي هنا كامل وقطعة من الآخر بالشكل هذا، ونفس الكلام بنفسجي الثاني جي هنا والقطعة الثانية تجي هنا، فيصير عندي بويضة إيش عندها؟ فيها كروموسوم رقم واحد وعندها زيادة كبيرة في كروموسوم رقم واحد، قطعة هذه كلها كروموسوم واحد ما في رقم اثنين، يعني كأنه جزء كبير من رقم اثنين مفقود، فقط قطعة صغيرة من كروموسوم اثنين. هذه شديدة عادة، وعادة ما يعيش الطفل بهذا الشكل، معنى أشد من هذه الحالة، فهذا الأطفال عادة ما يعيش. طبعا هذه البويضة نفس الكلام اللي هنا. الآن الاحتمال الثاني أنه القطعة هذه الزرقاء هذه مع البنفسجية تجي هنا، والزرقاء الكاملة تجي هنا، والقطعة الثانية سيستر كروماتيد تجي هنا بشكلها، والكاملة سيستر كروماتيد تجي هنا. ايش حيصير هنا؟ عندي كروموسوم رقم اثنين كامل، قطعة كبيرة من كروموسوم رقم اثنين، وفي نقص كبير في كروموسوم واحد، فهذه البويضة لو لقحت بحيوان منوي سليم حيكون الطفل عنده إعاقة شديدة وقد ما يعيش. هذه هي segregation للtranslocation. فهنا يكون عندي two normal cells و two balanced translocation في alternate segregation، وأحيانا تجي على شكل MCQ. كل alternate segregation حيكون يا normal يا balanced، بينما الadjacent 1 وadjacent 2 حيكون كل الفور سيلز unbalanced، وهذا اللي يسبب الإعاقات ومشاكل خلقية أو إجهاضات. الانفيرجن هذا الكروموسوم مثلا رقم واحد قطع من فوق ومن تحت وبعدين تشقلبت القطعة، فهذه البرتقالية طلعت تحت والخضرة صارت فوق بهذا الشكل، لفت وصارت هنا. طبعا ما في فقدان، فقط تغير في أماكنها، أماكن القطعة هذه وهي في نفس الكروموسوم، هذه نسميها inversion بهذا الشكل. حتسمى paracentric if the centromere is not involved، يعني صار القطع في short arm أو في long arm تسمى paracentric، وتسمى pericentric لما يكون السنترومير جزء من الانقلاب هذا أو الشقلة، هذه pericentric لأن السنترومير was involved في الانفيرجن. طبعا هذه عادة ما تأثر، حيكون الطفل أو الشخص سليم، لكن قد تكون في مشكلة في الإنجاب، وهي نفس الكلام في موضوع الإنجاب اللي هو في الميوسيس 1 اللي هي الكروس أوفر تبادل الكروموسومات. مثلا عندي هنا في حالة البرسنتريك مثلا نقول هذا الكروموسوم رقم واحد وحين حطيناها بالحروف مثلا B A B C D هذا شكل طبيعي، صار في انفيرجن، صارت C فوق والB تحت، بينما الA والD ما تغير مكانها. طبعا عشان يصير في كروس اوفر حيكون في تزاوج بين الكروموسوم هوموليغس كروموسوم هذا الشكل، وحيطلع في سيجريجيشن او سيبريشن للسيستر كروماتيد. في الباراسنتريك حيكون بويضه اللي تخلق منها هذه الانفيرجن حيتكون منها طفل يا يكون عنده بالانسد زين مثل امه او مثل ابوه، او يطلع اجهاض لانه يكون انفايبل لانه حيكون في فقدان كبير في كميه الدي ان اي. كيف طلعوا هذه الاربع انواع من الجاميت او اربع انواع من البويضات؟ الاحتمال الاول كروموسوم ماشي كذا اللي هو هذا الشكل. الاحتمال الثاني ناخذ القطعه الثانيه اللي هي كامله ما فيها نقصان، حنيجي هذا نمشي من هنا نمشي هنا ما صار لأي مشكلة، هذا قطعة كذا مشيت هنا صارت هنا، هي بالانسد ما فيها أي نقصان. المشكلة هنا لما يجي السيستر كروماتيد الثاني بيحاول يتقاطعه هنا، فلما يجي السيستر كروماتيد اللي هو هذا ينفصل حيمشي كذا حيمشي كذا، لما يجي هنا حيقطع يمشي مع الجهة هذه. إيش صار معاه؟ صار عنده تو سنتروميرز، هنا سنترومير وهنا سنترومير اللي هو هذا الشكل، عنده سنترومير فوق وسنترومير تحت،
وهذا ما يعيش الحيوان المني والبويضة ما يتكون منها إنسان لأنها تكون غير قابلة للحياة. احتمال الثالث ما حيجي من هنا، حيجي من هنا بنفسجي هذا يمشي معه، يمشي من هنا وبعدين ينزل من تحت كأنه نفق وبعدين يتصل ويجي من هنا فيطلع بهذا الشكل عنده بنفسجي وبنفسجي بدون سنترومير، وهذا الكروموسوم غير قابل للحياة. هذا في الباراسنتري. البيريسنتريك طبعا حيكون الترانسلوكيشن انفولف السنترومير، حنمشي نفس الطريقه بس اختصارا للوقت حيطلع بهذا الشكل، حيطلع يا بالانس يا امبالانس. في هالحاله الامبالانس ممكن يجيهم مشاكل، يعني ممكن يولد طفل عنده مشاكل خلقيه في حاله وجود البيريسنتريك ترانسلوكيشن، بينما الباراسنتريك ترانسلوكيشن عاده اطفالهم ما يتاثروا، قد يكون في فقط زياده في عدد الاجهاضات. وبهذا تتمنا موضوع الكروموسومال ديس اوردرز وشرحناها بشكل مختصر وسريع، ان شاء الله تكون سهله ومفهومه للجميع.